ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وجوله جديده. احنا النهارده هنا عند ام يوسف. ازيك يا ام يوسف؟ مكان اكتشاف، عندها بقى كل حاجه لتجهيز العروسه زي ما انت عايزه. هتلاقي عند ام يوسف انواع الرفايع، والاسعار بتاعتها بصراحه حلوه قوي، من اول 3.50 جنيه عندها الاسعار. استانلس والمونيا الدهان، وعندها رفايع للمطبخ، عندها حاجات حلوه زي ما انتم شايفين. جيلك بقى تبع تمر حنه تكرميه، ربنا يبارك لك. ام يوسف على فكره ست جدعه وكويسه جدا والله، وعندها مصداقيه كمان في الاسعار. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. دي عامله 10 جنيه حبايبي. بصوا بقى الكبشه الصغننه دي عامله ازاي، شكلها تحفه، وكمان ليها علاقه اهي، تقدري تعلقيها كده، حلوه قوي. دي عامله 10 جنيه، في منها بقى المقصوصه، وفي منها كمان وفي منها المعلقه اهي، اي واحده عامله 10 جنيه. والاستانلس بتاعها حلو قوي. كمان معانا طقم المصفى ده، الواحده عامله كام؟ دي عامله 5 جنيه، دي بخمسة ودي بعشرة. المقاس ده بخمسة وده بعشرة وده بخمستاشر وده بعشرة وده ده 17، والصغيرة دي 15، والكبيرة 20، والكبيرة 20، ودي 10 جنيه. دي 10 جنيه اللي هي الضعيفة شوية. وهنا برضو معانا الماسك الاستانلس ده عامل كام؟ ده عامل 10 جنيه برضو، سعره زي الأول يعني. أم يوسف مش مغلية الأسعار، أسعارها حلوة. اسعارها زي الاسعار القديمه يا حبايبي. هنا برضو في كمان الاحجام الكبيره اهي ب 17.5، في الكبشه وفي المقصوصه وفي المعلقه، عامله 17.5 الواحده. عندها مجموعه كبيره جدا من الاستانلس، هنبتدي بيها. عامله كام كنكه القهوه؟ 10 جنيه، حلوه قوي. بص يا حبايبي عامله 10 جنيه، سعرها حلو قوي. طب والكنكه الاكبر دي كوبايه؟ دي كوبايه برضو ب 10 جنيه. عندها برضو الهون الاستانلس ده حلو قوي، ده الومنيا، ده الومنيا ب 40 جنيه، سعره حلو قوي. الالومنيا بقى اللي هو بينفع للسبوع بتاع زمان، جميل جدا، سعره عامل 40 جنيه. عندها كمان الكوبايه دي بتاعت الميه عامله كام؟ 60، 30 جنيه حبايبي. الحجم ده ب 30، والاصغر دي برده ب 30، دي عامله 25 جنيه اهي، الحجم ده ب 25 جنيه. وهنا برده في كوبايات صغننه قوي وحلوه اهي، عامله كام؟ دي عامله 10 جنيه، شكلها تحفه قوي، بتاعت زمان نزلت تاني. عندها هنا كمان ملاحات، بصوا عندها حاجات حلوه قوي من الاستانلس، اشكالها كمان مميزه، شكلها جميل بصراحه. عامله كام؟ عامله 10 جنيه، بس شكلها شيك قوي. بصوا حبايبي الكوبايات عامله ازاي، شكلها تحفه. اي كوبايه عامله 10 يا ام يوسف؟ اي كوبايه عندها عامله 10 جنيه. معانا كمان الحاجات اللي هي بتاعت القالب كيك اهي، دي عامله 5 جنيه. يعني الاسعار من اول 5 جنيه في الاستانلس، الاسعار عندها من اول 5 جنيه في الاستانلس. بصراحه عندها حاجات حلوه قوي اهي. وفي كمان ملاحه استانلس اهي 10 جنيه برده، جميله وسعرها حلو جدا. وفي الكنكه دي عامله كام؟ 15، عامله 15 جنيه الكنكه المقاس ده. والطبق الصغير ده من يوسف ده 3 ب 10، يعني عندك الاسعار من 3.5 جنيه، الاسعار من 3.5 جنيه الاستانلس. الحجم ده حلو قوي برده، ينفع للطحينه، للسلطات، حلو قوي، الملح زي ما انت عايزه. والمقاس ده بكام؟ ده ب 5 جنيه، حلو قوي برده. في معانا ده الشكل ده ب 5 برده، ده برده عامل 5 جنيه، حجمه حلو ومقاسه حلو. والهون الكبير ده يا ام يوسف ده ب 70 جنيه، ده الومنيا مش استانلس يا حبايبي. بصوا ده الومنيا اهو، في منه ب 40 الاصغر شويه، والكبير ده ب 70 جنيه. وفي عندها الهون الخشب ده عامل كام؟ 70، 40 جنيه حبايبي. الهون الخشب ده بصوا حجمه كبير من جوه، في ناس برده بتحب الخشب، ده عامل 40 جنيه، حجم كبير. والطبق الكبير ده عامل كام؟ 15، الومنيا مش استانلس، يعني ده الومنيا مش استانلس اهو يا حبايبي، ده عامل 15 جنيه، ده الومنيا عشان في شكله استانلس ب 10 وب 5. المعالق الكيوته الحلوه دي، بصوا المعالق عامله ازاي، ال 3 ب 10 جمال قوي. بصوا حبايبي ال 3 ب 10 جنيه بصراحه، شكلهم تحفه جدا للتوابل، وهم استانلس اهم، شكلهم جميل قوي. ال 6 ب 20، يعني ال 3 ب 10 جنيه زي ما انت عايزه، الواحده ب 3.5 جنيه. وهنا كمان الهراسه السيليكون 10، الهراسه دي عامله 10 جنيه، في منها الوان. والشياله ب 20 جنيه حبايبي، حلو قوي. واسعار ام يوسف على فكره حلوه، وهتديكوا بنفس الاسعار. عندها كمان المقاور دي حلوه قوي ب 5 جنيه الواحده اهي، مجموعه كبيره جدا. وهنا السكاكين
دي عامله 15 جنيه حاميه قوي وحلوه ايه المقاس ده. ودي ودي عامله 15 جنيه للفاكهه بقى وحاميه جدا والطرط والكيكات وكده. وقطعت البيتزا قطعت البيتزا اهي يا حبايبي. بصوا دي ب 10 جنيه والنوع ده ب 15 جنيه حسب الماتيريال بتاع الحاجه. دي عامله 15 ودي عامله 10 جنيه. ودي عامله كام يا ماما؟ دي 25. دي 25 شايله سيليكون. دي اللي هي الاصلي عامله 25 جنيه. ماشي. ومعانا الماسك ده عامل كام؟ 30 دولار. الماسك ده برده عامل 25 جنيه. ده مقاس كبير. الاسبوع اللي فات انت راضي. في معانا هنا برده السيليكونات اللي ايديها استلس. دي بكام يا ميو؟ دي ب 25. في منها المقصوصه وفي منها دي الشياله وفي منها كمان المعلقه. اي واحده عامله 25 جنيه سيليكون وايديها استلس. في كمان معانا هنا المضرب ده عامل كام؟ 12 ونص حبايبي. الحجم ده كده 12 ونص. في منه اشكال والوان حلوه قوي. بصوا دي الوانه الواحد عامل 12 جنيه ونص حلو قوي. ودي عامله كام يا ام يوسف؟ 12 ونص برده. دي 12 جنيه ونص حجمه كبير اهو. والمصافي دي عامله كام؟ 30 التلاتة بعشرين جنيه حبايبي. دول برضو استلس التلاتة عاملين 20 جنيه. ومعانا الشيالة بتاعت البطاطس بصوا حلوة قوي. دي كبيرة عاملة 25 حجمها كبير. ودي بعشرين يا ام يوسف. دي ب17 ونص. اسعار ام يوسف على فكرة حلوة قوي. انا شايفة ان اسعارها بصراحة حلوة قوي. برضو حبايبي مستنية رأيكم في التعليقات. هي بجوار محمد النمكي على طول. طب ماشي. هنا برضو الحلة بكام بقى بالحلة؟ الحلة تعالوا نشوف الحلل الألمونيا دي عندها حلل حلوة قوي. الحلة بكام دي؟ دي 65. المقاس ده ألمونيا ب 65 والمقاس الأكبر ب 75 وهنا 85 110 الكبيرة قوي 85 والكبيرة خالص ب 110 دي ألمونيا. في بقى عندها تشكيلة كبيرة أهي للعرايس برضو عندها حاجات حلوة قوي هنشوفها. والمقاس ده عامل كام؟ دي 55. دي 55 ده ألمونيا ايه؟ دهان. ألمونيا الدهان. بصوا يا حبايبي دي ألمونيا الدهان يعني لو عايزة تاخدي بالحلة موجود. طب وبتاعت الكيك؟ ب 35. دي برضو ألمونيا الدهان؟ دي ألمونيا الدهان ب 35 حلوة قوي. والكنكة الكبيرة دي بكام يا أم يوسف؟ الكبيرة دي؟ الكنكة سلستين أصلي؟ عاملة 60. دي سلستين أصلي عاملة 60 جنيه الكبيرة. والميلامين الصغير الطبق الصغير ده ضد الكسر ب 10 ونص. ده ضد الكسر ب 10 ونص. ده ميلامين ولا ايه؟ ضد الكسر. ميلامين بس تقيل وحلو قوي. طب والاكبر ورينا المقاس الاكبر كده. منه اهو 15. بصوا حبايبي الاكبر شويه ب 15 بيقول لكم ميلامين ضد الكسر. ضد الكسر الجوده بتاعته عاليه وحلوه قوي. معانا هنا ممكن نشوف الطقم ده المثلث. طب الدقيقه الصغيره دي بقى انا بحب المقاس ده قوي. كام؟ 50. لا ب 50 برده ألمونيا الدهان. بصوا حبايبي المقاس ده حلو قوي عليها عرض. دي ب 50 جنيه اهي ألمونيا الدهان المقاس ده. يعني من اول 50 جنيه اقل سعر. ايوه بس خامه محمله. خامه محمله وحلوه. ألمونيا الدهان معروف. بس حبايبي ده تيفال مش كده؟ تيفال 12 عين تيفال للكيك للقالب كيك عامله 35 بدل 40 بتقول لكم. حلوه قوي واسعارها حلوه. والبراد يا رب يا حبايبي يكون النهارده الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. تعالوا ام يوسف فرشه بجوار اولاد محمد النمكي على طول في المطريه في سوق الخميس. هسيب لكم العنوان في اول تعليق مثبت ومصوره لكم الطريق وتركبوا ايه وازاي تيجوا. وهسيب لكم كمان رقم ام يوسف للتواصل معاها لو عايزين اي حاجه. عندها كل حاجه زي ما انتم شفتوا. والاسعار بتقول لكم الاسعار مش هتلاقوها بره. والاسعار اللي هي بتبيع بيها اسعار قديمه. تعالوا بجد شوفوا معامله ام يوسف حلوه قوي. عندها حاجات حلوه جدا والاسعار كمان حلوه. جميع انواع السيليكونات والاستلس والرفايع كل حاجه موجوده عندها. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. وما تنسوش بقى تمرحنا باللايك والاشتراك. وطبعا مستنيه رايكم. وهسيب لكم رقم ام يوسف وطريق سوق الخميس بالتفصيل. مع السلامه يا حبايبي.